ما عليك فعله عند رؤية الموظ؟ إليك لغزا عن الحيوانات جاهز؟ إن كان الحيوان ذكرا ناضجا يسمى ثور، الإناث أبقار، والأطفال الذكور والإناث عجول. هل خمنت؟ نعم، أتحدث عن الموظ. لقد قرأت العنوان قبل النقر عليه. كنت تعرف من البداية أني لن أتحدث عن النيس. لا يخاف الموظ عادة من البشر، ولذلك لا يتوارى عن أنظار الناس، وهذه الحقيقة تجعل الاقتراب منه مغريا للمسه والتربيت عليه وإطعامه. لسوء الحظ قد يصبح هذا خطأ فادحا. وشدد على فادح. أولا لنوضح التالي: جمع موج أمواج، لكن جمع كلمة موظ ليست أمواظ ولا موظات حتى، لكن كلمة موظ جمع بالفعل لعلمك فقط. الموظ المفرد والجمع بطبيعته ليس عدوانيا تجاه البشر، لكن استفزازك لواحد قد يؤدي إلى عواقب قاتلة، تماما مثل باقي الكائنات على هذا الكوكب. الموظ مستعد لفعل أي شيء لحماية أطفاله أو منطقته في حال رأى فيك تهديدا. لا تصدق الاعتقاد الخاطئ بأن الموظ غير سريع من مظهره الضجر والبطيء. إن قرر الهجوم فمن المستبعد أن تتفوق على هذا الحيوان. قد تصل سرعتها إلى 48 كيلومتر في الساعة. عند هجوم الموظ فهو يستخدم الحوافر ووزن جسمه كله الذي قد يصل إلى 1300 رطل لإسقاط المعتدي أرضا وسحقا. حقا، لذلك لنفترض أنك تتنزه نزهة جميلة عندما فجأة، يا ربي هل هذا موظ أمامك؟ هل عليك إكمال المشي أم أن الوقت قد حان للتراجع؟ انتبه لهذه العلامات الخاصة. الموظ يحدق فيك، آذانه نحو الخلف والشعر واقف على رقبته وركبه وسنامه. يخفض رأسه ويبدأ في السير نحوك. طوال الوقت يلعق أو يحرك لسانه على شفتيه ويكز على أسنانه. يمكنك رؤية بياض عينيه. يتبول فجأة، أعرف هذا الشعور. يحرك رأسه للخلف مثل الحصان. إذا رأيت كل هذه العلامات أو بعضها على الأقل، فهذه دلالة أكيدة على أن الموظ يوشك على الهجوم. لكن إن أخطر شيء في هذا الحيوان أنه قد ينتفض نحوك أحيانا دون أي إنذار. لذلك تذكر دائما أنه حيوان بري وليس من الحكيم إزعاجه، كما أنه هناك مواسم يميل فيها الموظ للعدوانية أكثر من المعتاد. يحدث ذلك في فصل الشتاء عندما يتضور جوعا وينهك من السير في الثلوج العميقة. في آخر الربيع وبداية الصيف عندما تكون الأبقار مفرطة في حماية العجول حديثة الولادة. في الخريف خلال موسم التزاوج حيث تكون الثيران محمومة وتنافسية. لذا نأمل ألا تضطر أبدا لاستخدام هذه المعلومات، لكن لا بأس بالاحتياط. إذا ماذا عليك أن تفعل عندما تدرك أن الموظ لن يتجاهلك وأن الهجوم وشيك؟ لا تحاول تخويف الموظ، ستفشل. تراجع واركض بأقصى سرعة. حاول الاختباء خلف أقرب شجرة أو بناء أو سياج ليفصل بينك وبين الحيوان الهائج. إذا نجح الموظ في إسقاطك أرضا لف جسمك في كرة، وليس ذلك لأنه يريد أن يلعب كرة القدم. إذا استمر الحيوان في الركل أو بدأ يدوس عليك، ستساعد هذه الوضعية على حماية رأسك وأعضائك الحيوية الأخرى. لا تتسرع في النهوض عن الأرض بمجرد رحيل الموظ، انتظر حتى يبتعد. إن قمت مبكرا فقد يعود الحيوان ليهاجمك من جديد. لكنك لن تجادلني إن قلت إن أفضل طريقة لتفادي المشاكل مع الموظ عدم الوصول إلى وقوع موقف يصبح فيه عدائيا. وإليك بعض النصائح الوقائية للحماية من الموظ. لا تقترب منه أكثر من اللازم. إن كنت تريد مراقبة هذه الحيوانات شاهدها من مسافة آمنة لا تقل عن 15 متر. إذا التقيت بواحد على دربك فقل مرحبا. لا، ابتلع كبرياءك وغير طريقك. ليس الموظ جيدا في التعامل مع الإجهاد، لذلك إن رآك تتقدم نحوه أكثر سيبدأ بالهلع وقد ينقض عليك. لا تطعم الموظ، هذه الحيوانات متطلبة جدا. وإن قرر الموظ أنك لم تعطه من الطعام ما كان يتوقعه فإن غضبه سيكون مروعا، مثل الأطفال في ماكدونالدز عندما لا تعطيهم الحجم الأكبر.
قد يصبح هذا العملاق عدوانيا جدا ويسبب الأذى لمن لا يطعمونه في المستقبل. إذا كنت تمشي في الغابة مع كلبك فأبقه على الرباط، يمكن للموظ أن يعتقد أن الكلب ذئب فيهجم عليه. لا تمشي أبدا بين موظ أم وطفلها، إذا فعلت ذلك عن غير قصد تراجع فورا، ربما لم يفوت الأوان. إذا كنت تقود السيارة وقرر موظ قطع طريقك فاتركه في حاله، إذا حاولت الالتفاف حوله أو تحريكه فقد يهاجم سيارتك. ولا تنسى أن الذكر البالغ قد يكون أطول من الحصان، وعادة ما تمتد قرونه مترا ونصف متر وتزن أكثر من 30 كيلوغرام. رغم ذلك الموظ من أقل الحيوانات خطورة إن لم تستفزه، التي يمكن أن تقابلها في الغابات. قد تواجه نهاية سيئة إن قابلت دبا على سبيل المثال. هناك العديد من القواعد التي تنطبق على أنواع الدببة. على سبيل المثال، لا تواجه أبدا دبا أنثى مع أطفالها. تتمتع هذه السيدات بروح حماية قوية لصغارهن، واحتمال هجومها عليك أكبر من احتمالية هجوم الذكور. أظهر للدب أنك لست فريسة. عند التفكير في الأمر قد تكون الصلاة فكرة جيدة، لكن على أي حال لا تصدر أي ضوضاء عالية ولا تصرخ، فقد تستفز الدب أكثر. إذا لوحت بذراعيك فافعل ذلك ببطء. إذا قررت تهدئة الدب فتحدث بصوت هادئ ومنخفض. إذا كنت تعرف بالضبط ما ستقوله للدب فأخبرني في التعليقات أدناه. دون أن تقطع نظرك عن الدب ابدأ في التحرك جانبا، سيمنعك ذلك من التعثر والسقوط. لا تتعجل أو تهرب، قد تبدو الدببة للوهلة الأولى خرقاء وثقيلة، لكنها في الحقيقة تعدو بشكل مدهش. لكن ما يجعل الأمور أسوأ أن الدببة تحب مطاردة فريستها. لهذا السبب إذا زمجر الدب لك توقف عن الحركة بالكامل. والآن لنخوض في التفاصيل. إذا كان الحيوان الذي قابلته دبا بنيا، بمعنى أن فراءه بنية وحجمه كبير وهناك كتلة بارزة بين كتفيه، تظاهر بالموت، تمدد على بطنك وغطي رقبتك بيديك وأبعد ساقيك عن بعضهما. بهذه الطريقة سيكون من الصعب على الدب قلبك. لا تنهض حتى يفقد الدب الاهتمام ويبتعد. أما إن لم يحدث ذلك فأمسك بأقرب فرع شجرة أو صخرة وهاجم الدب وكرر ضربه على وجهه. أما إذا واجهت دبا أسود فإن التظاهر بالموت لن يساعدك. ابحث في هذه الحالة عن مأوى في بناء أو سيارة. إن لم تجد مكانا قريبا للاختباء أمسك بجسم ثقيل وكرر ضرب الدب على وجهه. إذا واجهت ذئبا أو قطا بريا حاول أن تبدو أكبر لتخيف الحيوان. افتح سترتك أو لوح بيديك أو اقفز للأعلى والأسفل. تماما كما مع الدببة لا تصرخ أو تصدر ضوضاء عالية. إذا أردت الكلام فتحدث بصوت منخفض وواثق. لا تدر ظهرك للحيوان أو تركض، سيستفزه ذلك للهجوم. تراجع ببطء وأنت تنظر للحيوان في عينيه. لا تنحني أو تنزل للأسفل حتى إن كنت بحاجة لالتقاط شيء ما، وإلا ستفترض الذئاب والقطط البرية أنك ضعيف وصغير ولست مصدر تهديد. إذا كان معك أطفال فحاول حملهم دون إنزال جسدك. إذا تمكنت من الوصول إلى صخرة أو فرع شجرة دون الانحناء قم برميها على الحيوان لتخويفه ليهرب. إذا زمجر الحيوان عليك ابذل قصارى جهدك للبقاء واقفا، واستخدم أي جسم ثقيل للتصدي للحيوان ودفعه للتراجع. وها أنت ذا، الموظ والذئاب والدببة. يا إلهي، وأخيرا النوع المفضل لدي الشوكولاتة. نعم، موس الشوكولاتة، وموس الليمون رائع كذلك. أعطه فرصة. ماذا عنك؟ هل سبق أن واجهت موس الشوكولاتة أو موظا حقيقي أو أي حيوان بري آخر؟ أخبرنا عن تجربتك في التعليقات أدنى. إذا تعلمت شيئا جديدا اليوم فأعطي هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. لكن لا تذهب بعد، لدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة لتشاهدها. كل ما عليك فعله اختيار الفيديو الأيمن أو الأيسر والنقر والاستمتاع. وتذكر أن تبقى على الجانب المشرق من الحياة.